تبدأ الآن مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة بحلتها الجديدة. لتفاصيل أكثر خلونا نتابع. الآن كما نشاهد يتم فتق ثوب الكعبة المشرفة من 4 جهات بالكامل، إضافة إلى إزالة ستارة باب الكعبة، ليتم بعد ذلك استبدال الثوب القديم بثوب جديد. الآن يتم تفتيك الحزام بالكامل. كبير الخياطين العم فهد الجابري، لو تشرح لنا عن مهمة ما قبل تلبيس ثوب الكعبة المشرفة. اليوم عندنا نفتك ثوب الكعبة من جميع الجوانب، 4 جوانب كل جنب لحال. بعد كده نفك القناديل اللي فوق الحجر الأسود، هي الله أكبر 5 عددها 5، ونفك كذلك ستارة الكعبة والصمديات 4 الموجودة في الزوايا من جميع الجوانب، 4. يتم الآن تحميل ثوب الكعبة المشرفة الجديد ونقله إلى داخل المسجد الحرام. ويتم تقسيمهم إلى مجموعات، ولكل مجموعة قطعته الخاصة من كسوة الكعبة. والآن مع بداية أعمال استبدال ثوب الكعبة المشرفة. وتمر صناعة كسوة الكعبة المشرفة على مراحل متعددة تتطلب عاما كاملا من قبل فريق متخصص على أعلى المقاييس، وهذه المرحلة 10 من مراحل صناعة كسوة الكعبة، ألا وهي تبديل الثوب القديم واستبداله بثوب جديد. اللهم صيبا نافعا هنيئا غير ضار. الآن سماء مكة المكرمة تمطر، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وتحتوي كسوة الكعبة المشرفة على 53 قطعة مذهبة، الآن بإذن الله راح نفصلها لكم. 16 قطعة على الحزام، و7 تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديل.